مشاهدينا ومتابعين قناة هيبا بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حتى احنا ولادهم. ضيف حلقة اليوم هو السي علي الغرباوي اللي شاءت الأقدار أنه يكون أحد نزلاء دار المسنين بمدينة بن ملال. السي علي الغرباوي فتحنا القلب ديالو وحكينا القصة ديالو، إذا بغيت تعرفوا تفاصيل عليها نخليكم تشاهدوا الحلقة. جابتني الخير، جابوني المحسنين اللي جابوني لهنا، المحسنين اللي جابوني لهنا، وليت لاباس، عاودت وراق، عاودت كل شيء، عاودوا لي الوراق، عاودوا لي كل شيء، وانا الحمد لله، الله يعز الملك ويعز الوطن ويعز كل شيء. فهي العائله ديالنا ما كنا عائله لا مولاي بهوار، كون كانت عندي العائله لا ما نجي لهنا، واش العائله ماتت؟ قلت لك انا كاع ما عقلت عليهم ماتوا، خلوني انا صغير، كبروني غير الناس. ما كون كانوا باقا العائله ديالي وباقا والديا غتشوفني نجي لهنا؟ انا ما جيتش، مات والديا وبقيت كنت كركب شي كنسرع الدوك ياكلني شي كنسرع الدوك يخلصني، بقى دايع كنت دبر على الخدمه، نخدم شهر شهرين شي يخلصوني فيه شي ياكلوني فيه، ما لقيت لي يكون بيا، بقيت كنت دردب مرت بدوني شي ناس قعدت عندهم جابوني هنا للخيريه، أنا قاعد في الخيرية واكل الشهرب وليت لاباس عليا، ودفعوا لي البراواج ودفعوا لي الدواء، الحمد لله ما خاصني حتى حاجة الحمد لله. فيه ما طلعت الكروسة ديال الماكلة كنطلعو نشد الرسيون ديالنا، والو ما فكاو بلا الماكلة، ما قول أنت شحال ما كنخدمو ما كنخدمو، والو كنا غير طعين كيعلفو فينا، كون كنا نتبعو راه يدونا في هاد العيد يبيعونا. هادشي اللي كاين هو ضربنا تمارة وتمحنا وتقطع بينا العمل وجابونا الوجوه الله يخلف عليهم، وحنا باقا لنا في الخير بغينا نمشيو، عاد من بغينا نمشيو ما عندنا فين نمشيو، حنا واكلين حتى نموتو ما عندنا ما نديرو، الماكلة والنعاس صافي نخرجو للجردة ونقعدو تلحق الماكلة نطلعو صافي، هذا هو الحساب ديالنا، هو هذا نقول حنا غير الماكلة. 7 سنين وانا هنا ايه ربحت لانتريت المحسنين هم كير هاد العزازة كير بحل كونجي عليه 7 سنين انا قريب ربح لانتريت ايه وانا ديالنا راه دايما 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 الغوت دايما الصداع دايما مع العزازة مع العزازة ماما اللي مقابلنا ما كنت شي حاجة مع العزازة نيت مكرون وصلاة النبي ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي واحد اللي مزيان ما نكذبش عليك، كاينه غير الكره الكره والبغض، العزازه بيناتنا ماشي تقول هادي اللي مقابلنا غير العزازه بيناتنا. إذن إلى هنا مشاهدينا كتكون انتهت حلقة ديال اليوم، معلينا غنضرب لكم موعد جديد حلقة جديدة، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.